طيب إذا نلخص هدول اللي حكيناها، صارت عندي زد بتساوي زد بتساوي اي تو ذا سيجما بلس جي اوميجا كابيتال تي وتساوي اي تو ذا سيجما تي، وتي اللي هي السامبلينج فريكونسي مضروبه في اي تو ذا جي اوميجا تي. لو اجيت حطيت زد الماجنتيود تبعتها شو بتساوي؟ بتساوي اي تو ذا سيجما تي. وزد بقدر احط زد زاويه. على فكره اوميجا تي ايش هي؟ هي نوع من الثيتا، مظبوط؟ مش هي ثيتا؟ فصارت هاي كانها عباره عن اوميجا تي هي الزاويه. فزد الان بقدر اعملها بلوتين كبولر كوردينيتس، مظبوط؟ لو جيت الان على بلين وهذا سميته الزد بلين، وهذا الريل اكسس وهذا الايماجينري اكسس. بس قبل ما احولها ريل وايماجينري، مش بقدر اعملها بلوتين ك بولر كوردينيتس؟ البولر كوردينيتس ايش هم؟ ايش لازم يكون عندي دائما في البولر كوردينيتس؟ ار وثيتا، مش هيك؟ هي ار وثيتا. اذا خلينا نطلع على اللوكس او المحل الهندسي لسيجما بتساوي زيرو. لما سيجما تساوي زيرو شو بتصير؟ اي تو ذا زيرو تي واحد. اذا قديش بصير طول الخط تبع البولر كوردينيتس؟ والزاويه راح تتراوح الان، راح ابدا من فيري فيري لو فريكونسي. لما اوميجا تكون زيرو قديش بتكون الزاويه؟ اذا في عندي نقطه مهمه هون، هاي هون عندها سيجما بتساوي زيرو واوميجا بتساوي زيرو. طب سيجما بتساوي زيرو عملت لي الطول واحد، فهذا الطول هون واحد. وهلا راح تبدا تزيد اوميجا، اوميجا بتقدر تزيد بالبوزيتيف والنيجاتيف. النيجاتيف شو معنى النيجاتيف؟ نيجاتيف اوميجا، يعني احنا دائما بنفكر بكومبلكس كونجوجيت بير، مش هيك؟ اذا بدنا نفكر في النيجاتيف اوميجا بقدر افكر فيها انه عندي تو فيزرز عمالهم بلفوا بعكس الاتجاه، عم بيطلع منهم اشيري بس يعني. فممكن تكون اوميجا بوزيتيف. هلا لو صارت اوميجا بوزيتيف، لو صارت اوميجا تي الان 45 درجه، وين راح اصير؟ راح اصير هون، ولسه سيجما زيرو، فهذا الطول راح يكون واحد كمان، وهذا الطول واحد. ولو صارت اوميجا تي الان 90 درجه، يعني اوميجا تي هون بدها تساوي باي على 2، او كانه اوميجا بتساوي باي على 2 تي. ايش تي احنا حكينا؟ سامبلينج فريكونسي. ما بقدر ارسم البلين الا يكون عندي، لازم يكون بدلاله السامبلينج فريكونسي. فصارت عندي هلا هذه هون هيك، وهاي اذا رحت ماينس اوميجا هاي بتصير اوميجا بتساوي ماينس باي على 2 تي. هلا بنشوف كيف هذا. ولو زدنا هلا هون، مشينا هون، ايش صارت هون عندي اوميجا؟ اوميجا بدها تساوي الان باي على تي، وهون بتصير اوميجا بتساوي ماينس باي على تي. هذا الخط ايش كان عليه سيجما؟ زيرو. فلو بدي ارسم هذا الخط الان اربطه بالاس بلين، هذا الخط اللي رسمته هون كانت اوميجا بدت فيه زيرو، وصلت اوميجا قديش؟ باي على تي. بس قديش سيجما كانت لما بديت؟ وظلت فأنا كأني عملت مابينج. هذا الخط هو هذا الخط، وهذا الخط هو هذا الخط. لاحظوا أنا ما بقدر أطلع أكثر من قيمة معينة، لأن السامبلينج قديش عم بعمل سامبلينج؟ إيش الماكسيمم، الماكسيمم فريكونسي كونتنت تبع السيجنال إيش لازم يكون؟ إذا أنا عامل سامبلينج على أوميجا ماكس، قديش بدها تكون أوميجا أوميجا اللي موجودة بالسيجنال؟ اوميجا ماكس، مش هيك؟ مظبوط. احنا قلنا السامبلينج لازم تكون ضعف الهاي، فاوميجا ماكس بدها تكون نص السامبلينج فريكونسي. فانا ما بقدر اطلع اكثر من نقطه معينه من هون، ما بقدر اطلع اكثر من. قديش اوميجا سامبلينج بتساوي؟ متذكرين اوميجا سامبلينج بتساوي 2 باي اف سامبلينج، مظبوط؟ بس اف سامبلينج شو بيساوي؟ 1 على تي سامبلينج. اذا اوميجا سامبلينج بتساوي 2 باي على تي اس،
اوميجا ماكس شو بتساوي؟ باي على تي اس، اذا اوميجا سامبلينج ضعف اوميجا ماكس، مظبوط؟ اذا اوميجا سامبلينج هون اعلى من هاي، وانا بقدرش ازيد اكثر من هذا الحد، بقدرش ازيد اكثر من هذا الحد منها. النقطة هاي على الاس بلين، طبعا هذا هون الاس بلين، وهاي سيجما، وهاي هون جي هون. او اوميجا اذا بدك، ونعتبر هذا ايماجينري اكسس، يعني هاي اوميجا وهذا هون جي. هاي النقطة وين هنا؟ هاي النقطة قديش سيجما عندها؟ زيرو. فأي نقطة من النقاط هدول سيجما عليها زيرو، مظبوط؟ وقديش أوميجا عندها؟ زيرو. فأوميجا تي شو راح تكون؟ زيرو. فثيتا راح تكون؟ زيرو. فهاي النقطة سميها إيه؟ هي نفس النقطة هاي اللي موجودة هون. نمشي هون هيك. قديش صارت هلا أوميجا؟ أو أوميجا تي 45 درجة، مظبوط؟ فمعناها اوميجا تي هون عند هاي النقطة صارت 45 درجة هون، يعني بدها تكون، وإذا مشيت لهون راح أمشي ل 90 درجة صارت هون، فهاي النقطة اللي هي بي مقابل هاي النقطة اللي هي بي. لو مشيت كمان لهون ولهون راح أوصل النقطة هذه سي، فهاي النقطة راح تكون هون سي مقابل سي. لو مشينا بهذا الاتجاه شو بتصير اوميجا؟ نيجاتيف. فبتصير عندي هاي النقطة نسميها مثلا دي، وبتقابل النقطة دي هون، وهاي هون بتقابل النقطة اي، بتقابل هذه النقطة اي الموجودة هون. ناخذ خط ثاني. لو جينا قلنا سيجما الآن صارت ماينس 1. جينا هون حطينا قلنا مثلا هي مربع مربعين، هي ماينس 1، مربع مربعين ماينس 2، مربع مربعين هي ماينس 3. ايش يعني لما بقول اي تو ذا ماينس تي؟ اي تو ذا ماينس تي شو بيطلع معي الرقم هذا؟ اذا قلت اي تو ذا ماينس 1 هاي في تي اللي هي كونستنت، شو بيطلع معي هذا الرقم؟ اقل من 1 ولا اكبر من 1 ولا اقل من 0 ولا اكبر من 0؟ اقل من 1. اذا هذا راح يكون رقم اقل من 1، فكاني عمالي بصغر لهذا. اذا هذا الخط اللي موجود هون هلا، هذا كان دائرة، مش هذا تحول لدائرة؟ هذا راح يتحول كمان لدائرة، بس الماجنتيود تبع زد ايش راح يكون؟ أصغر. راح يكون عندي هون خط، فسيجما هون بتساوي ناقص 1. ولو جينا طلعنا على نقطة هون، هون سيجما ايش بتساوي؟ 1. اي تو ذا 1 تي شو راح تكون؟ اكبر من 1. اذا الدائره هون راح تكون هاي سيجما بتساوي بلس 1، يكون هذا الخط اللي موجود هون، وهذا الخط عمل له مابينج لهذا الخط اللي موجود. ايمتى راح يصير زد زيرو؟ طولها زيرو. ايمتى اي تو ذا سيجما تي بتصير زيرو؟ ماينس انفينيتي. اذا اي تو ذا سيجما تي بتساوي زيرو وين سيجما بتساوي ماينس انفينيتي. اذا عندي هذا الخط فعليا مش راح يصير معي هون غير لاروح ل ماينس انفينيتي، يعني مش راح اوصل دائره صغيره جدا هون، راح تكون هذه هون سيجما بتساوي ماينس انفينيتي. فانا عملت مابينج، خليني اخذ مستطيل هون واشوف ايش بصير في المستطيل هناك، فراح اخذ مستطيل من ناقص، خلينا نقول ناخذ مستطيل من سيجما بتساوي زيرو لسيجما بتساوي ناقص 1. فاذا طلعت على مستطيل هون راح احط عليه بالاخضر، او ناخذ من ناقص 1 لناقص 3. خلينا نرسم من ناقص 3 اول. فراح ارسم من ناقص 3، الناقص 3 هون راح تصير اي تو ذا ماينس 3 تي، واي تو ذا ماينس 3 تي لسه اصغر كمان كقيمه، اصغر من 1 واصغر اي تو ذا ماينس 1 تي. فراح اخذ هاي المنطقه اللي موجوده هون، وهاي المنطقه الموجوده هون راح يكون عندي هاي سيجما ناقص 1 مثلا. نفترض سيجما ناقص 3 صارت هون، هاي سيجما بتساوي ناقص 3. هلا طلع على المنطقة من هذا الخط لهذا الخط، راح أهشرها بالأخضر. ممنوع أطلع فوق هون، لأنه السيجنال فيش فيها كونتنت أكثر، لأني عملت سامبلينج. ناخذ هاي المنطقة نعملها هاتشينج. هذا الخط اللي هو ماينس 1 وينه هون؟
هيو شو هذا اللي هو تبع ماينس 1 الازرق مضبوط؟ هيو اللي هو هذا المهم خلينا نعلمه بالازرق هون. هذا الخط هو هذا الخط اللي موجود هون. وهيو هذا الجزء منه هو نص الدائرة هاي، وهذا الجزء منه هو نص الدائرة هاي، مضبوط؟ نمشي لهون، وين الخط الأحمر؟ ناقص ثلاثة شو صار؟ الخط الأحمر، الخط الأحمر اللي هون هو هذا، اللي هو سيجما ناقص ثلاثة، اللي هي أصغر لأنه e to the minus 3t أصغر من e to the minus 1t، مضبوط؟ فصارت الدائرة أصغر، فالماجنيتود تبع زد أصغر، فصار هذا الخط الأحمر اللي موجود هون اللي هو سيجما to the minus t. إذا هذا المستطيل اللي هون اللي معمول له هاتشنج بالأخضر، إيش تحول لهون؟ صار المساحة بين هذا وهذا، هي المساحة بين هذا وهذا، إيش هذا الشكل بنسميه؟ دونت. أو إيش أنتم كنتوا تسموه؟ حلقة سامونة ما بعرف، دونت، دونت، أو كعكة. طيب، فهاي المنطقة تحولت لهذه المنطقة اللي موجودة هون. إذا نسأل الآن السؤال المهم، وين هون السيستم أنستيبل؟ في المنطقة هاي. طبعاً إذا بدك حدد هذا الخط وحدد هذا الخط ما في شيء غلط، لأنه هذا هون مش valid بالنسبة لما أدخل digital systems وأعمل sampling على frequency محدودة محددة ومعروفة، هذا هون is irrelevant، المنطقة هاي irrelevant هاي. فهذا الخط بنكمله هيك وهذا الخط بنكمله هيك. هون السيستم unstable، شو اللي بقابل المنطقة هاي اللي هون؟ برا الدائرة، أي شيء برا الدائرة ناقص واحد. فهذه مهمة اليونت سيركل، اليونت سيركل هي اللي بعرف منها إنه السيستم يونت سيركل. انسايد اليونت سيركل اذا البولز تبعت السيستم جوا، البولز اللي هم بالزد دومين طبعا. هناك كنا نقول اذا الاس ايش لازم يكون الاس؟ الاس الفاليو تبعتها بدها تكون بوزيتيف، الريل بارت تبعها بده يكون بوزيتيف، تكون السيستم انستيبل. اذا كانوا هون انسايد البولز انسايد اذا السيستم، فلازم اكون داخل اليونت سيركل تبعت الزد دومين اللي موجود.